بتهرب ليه؟ بتجري ليه؟ ايه؟ مرعوب، مرعوب ليه؟ انا فكرت ضابط قاعد في العربية. ضابط وانت حرامي بتجري؟ يا نهار اسود من اولها. معلش وايه ده انا دي؟ ما حلقش دقنك ليه؟ انت اللي مسلمني الجتة كده. جتة ايه؟ انت بتبص تحت الرقبة اكتر. ما فيش يا سيدي. المهم لازم تفهم ان انت رياض باشا مدير السجن. حاضر، انا رياض باشا مدير السجن ومش بس صح؟ ايوه بس ماليش دعوه بيا انا. رياض باشا بس. ايوه رياض باشا، انا رياض باشا بس كده. وانت هتفضل واقف في السجن تقول يا رياض باشا بس؟ لا بس عشان افتكر. بس عشان تفتكر. واذا حد سالنا اقول له رياض باشا بس عشان الظابط الزغنطه ده هو اللي قال لي. اللي هو مين بقى؟ اللي هو انت الظابط الزغنطه. انا الظابط الزغنطه. على العموم اعمل اللي انت عاوز تعمله، المهم اطمن انا هبقى دايما في ظهرك. أتعب يعني ولا ايه ده؟ لا مش أتعب يعني، عشان اراقبك يعني، هتلاقيني وراك يا جنبك يعني. لا خليك في حته جنبي ورايا عشان لما الف الاقيك ما اضغطش انا بقى مش مخ. احنا هنلعب مساكه يعني، عاوز اقول لك اطمن انا هبقى مراقبك عشان ما تغلطش. وانت رياض باشا مدير السجن، فهمت؟ انا رياض باشا مدير السجن. المدير السجن مدير. لا معلش اركب اركب اركب. لا 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 عندهم عربات حمراء يبصوا على الخل كده. اهلا يا مدام. اهلا. يعني ايه رياض يطلع من المستشفى على الشغل؟ والله سعادتك هو بنفسه قال لي وصلني على البيت الاول. مشكله برضه؟ والله قال طول وصلنا على البيت من المدزه دي. بعدين عموما يا رياض باشا اتفضل روح انت مع المدام وانا حالاتي النهارده في السجن. سجن ايه ومدام مين؟ روح عنهم. مين دي؟ دي مراتك. الله ده نهار اسود. يلا يا رياض. ايوه ظن حد بقى. ايوه ده نهار. انت مطمن ان انت مننا مكوزه قبل كده؟ مدام فيحاء. ده مين؟ مدام فيحاء. رياض يلا. أيوة. حاضر يا حاج عبا جاي. طلق خلاص. فيحاء اسمها ايه؟ فيحاء. فيحاء. ده معطر ضاغر. مش اتفضلي يا مدام. يلا فضلك يلا. رياض انا عارفه ان انت زعلان مني. بس مش معنى كده انك انت تسيب البيت. صحيح ممكن اكون غلطت. بس ده اسم مزيكا ما استاهلش كل ده. رياض انت جوزي وانا اكتر واحده لازم تبقى جنبك بعد العمليه. ده واجبي. انت ساكت كده ليه؟ هو حضرتك بتكلمني؟ امال بكلم مين؟ انا قصدك عنك كده فكرتك بتكلمني في النوبة عيل. انت مال صوتك عامل كده ليه؟ الفنج معصفر. الفنج معصر يعني. الدكتور قال لي هيقعد بتاع حوالي يعني 9 6 سنين كده يعني. ايه ده؟ انت ساكنه في القناطر الخارجيه؟ يلا بقى. استنى ونبى مدمازيل. استنى. استنى. المكان ده غويط؟ لا. الحمد لله على السلامة. أنا هطلع آخد شاور بتاعي قبل ما تستريح. نعم. هطلع آخد شاور بتاعي قبل ما تستريح. لا خد الشنبر بقى. إيه؟ ايه الشمس اللي منوره الدنيا دي؟ الليل اللي هاجم ده. مبسوط بطبك او قفله من قفله
لجنة. كلهم سألوا عليك في المستشفى. والله دول كلهم؟ ليك حق تفتخر بيهم. أنا نفسي لما بقف قدامهم بحس إن أنا I'm so proud. أكيد أنت كمان so proud of them، صح؟ نعم. يعني هما أكيد إن ولود حلال يعني. هما مين دول؟ دي العيلة يا رياض. لا 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 الحمد لله معلش ما خدتش العملية. معلش أنا عارفة. العملية. أه بالظبط هي العملية صعبة متأثرة بيها أنا بس أنت عارفة يعني. فترة هتعدي. طب هما يعني هما ملمومين كده ليه؟ ده أنكل مازن. أه ده أه. فين بقى ده؟ ده. مازن؟ ده أنكل مازن أه. عميد؟ نعم. لسه واخد رتبة ليه ونصب واحتيال. حديد وشايل رتبة إيه؟ نصب واحتيال. أه هو نصب يا. ليه؟ سواد يعني. طب ومين التاني اللازم ده اللي هو واكل شيكولاته كتير ده؟ ده أنكل توفيق. توفيق؟ لا لا والله. واخد حتة مخدرات. يا لهوي. والله ده خد ده. والتاني أبو صباع تبشير ده عارف أنا ده. لما كان بقه بايظ الحمد لله دلوقتي مبقاش فيه ال أدهم بيع التليفون. أنا فاضل لي خمس دقايق وهعترف. اثبت. أنت دلوقتي رياض باشا. ولازم تتعامل على إنك رياض باشا. أبوس إيدك. أبوس إيدك. دي لسه معرفانا على عيلة دلوقتي. كلها رتب. فضل لهم جوز عساكر وإعلان الحرب. أبوس إيدك تعالى خدني من الفيلا دي. لو زنقت في أي سؤال اطلع منه بأي حجة. وانا من نجمة هكون عندك. انا عايز من نجمة. انا مستني من نجمة. لا عايزني. هتطلع تنام ولا زعلان زي عوادك؟ هو لو حضرتك زعلانة او متعودة على الزعل يعني انا ما اقدرش ارفضك اي طلب يعني. ممكن ازعل يعني. يبقى اكيد لسه زعلان. لا مش لسه زعلان. خلاص خلاص. لا ما هو منحر. منوي منوي بلد يا ما زي يا ما ده يا ما حاجه ده حاجه. لا ما تمشي. لا ولا حد زعل بن ادم زي دي. حد زعل بن ادم زي دي في الله 2 فولت وتنور. نايل على عينك بقى نام في الكبنين في قلب الكنيف نفسه.